في اليوم 30 من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تتواصل الاشتباكات في عدة مدن بالتزامن مع حراك غربي لتشديد العقوبات على روسيا. ميدانيا شن الجيش الأوكراني هجوما مضادا لفك الخناق عن كييف وسط مخاوف من لجوء بوتين إلى استخدام أسلحة كيماوية وفقا للأسوشيتد بريس. أما وزارة الدفاع الروسية فقد أعلنت عن قصفها بالصواريخ قاعدة وقود كبيرة تابعة للجيش الأوكراني قرب كييف. بدورها تواصل القوات الأوكرانية عملياتها الدفاعية في دونيتسك وسوبولزينسكي وأجزاء من مناطق تفاريا، كما اتهمت كييف موسكو بمنع إجلاء المدنيين من ماريوبول بالتزامن مع سقوط قتلى في قصف على خاركيف. والآن نترككم مشاهدينا الكرام مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.